احنا دايما بنقدم مستهدفات مرتبطه بالتمكين الاقتصادي، مرتبطه بقضايا السكان، مرتبطه بتنميه الشباب بصفه عامه. لما بيكون لينا شركاء بيكون قصص نجاح اكتر لتحقيق وتسريع من مستهدفاتنا، سواء على المستوى الاقتصادي المالي او مستوى الخدمي. الحقيقه ان احنا نقدم بعض الجوائز الماليه لبعض المشروعات الشبابيه المرتبطه بشكل مباشر بالتمكين الاقتصادي للشباب ومساعدتهم في مشروعاتهم. احنا قدمنا المبادرات والجوائز ليها، لكن احنا اتفقنا ان احنا تستمر خلال العام، ليست لمرة واحدة. It's a very great pleasure to be associated with such an esteemed partner such as the Minister of Youth and Sports. وزارة الشباب والرياضة لتتعلق بالمشكلات والقضايا الخاصة بمشكلات السكان ومشكلات الصحة الإنجابية التي تتعلق بالمشاكل المجتمعية في مصر. وكذلك لقد كان امتيازا لنا للتعامل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد كان صديقا وقد كان شريكا فعال في التعلق فيما يتعلق بهذه القضايا ومعالجة هذه القضايا في مصر. ريادة الأعمال كتير بتركز على أنه يكون في مشروعات بتدر دخل اقتصادي، لكن فكرة أنه هو من خلال ريادة الأعمال يكون في حلول مجتمعية لقضايا مهمة زي الزيادة السكانية، زي المعرفة بالصحة الإنجابية، مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، فكل دي مش سهل أن الشباب يقدر يوصل لحل مجتمعي يتواكب مع المجتمع بتاعه، يكون حل واقعي قابل للتنفيذ، قابل ان احنا نقدر كمان ان احنا نكرره في اماكن اخرى، في قرى اخرى، في محافظات اخرى. احنا سايكوتيفا، احنا ابلكيشن للدعم النفسي، الابلكيشن الاول في صعيد مصر للدعم النفسي. احنا بنقدم محتوى للدعم النفسي وجلسات نفسيه فرديه وجماعيه بسعر مناسب جدا، وبنقدم كمان متابعه علشان يعني نمنع حدوث الانتكاسه للشخص اللي بيحاول يتعالج يعني، ويسهل كمان من موضوع العلاج. ده غير ان احنا اصلا بنوعي المجتمع باهميه الصحه النفسيه، وان هو عادي جدا ان هو يروح لدكتور نفسي زي اي طبيب عادي، زي مثلا طبيب بطنه او جلد عادي جدا يعني. بنعمل منتجات غذائيه لمرضى حساسيه الالبان، وبندعم الام وطفلها عن طريق ايه؟ ان احنا بندعمهم عن طريق المنتجات الغذائيه بتاعتنا، وعن طريق ان احنا بنعمل لهم رحلات لاماكن بتدعم برضو مرضى حساسيه الالبان، وبندعم الام عن طريق ان احنا بندعمها عن طريق الرضاعه الطبيعيه، ودوت بالاشراك هنكون بالاشراك مع دكاتره بتدعم الرضاعه الطبيعيه عشان الصحه الانجابيه. احنا هنعمل ايه؟ هنربي نوع من الدان اسمه الريد وجره، يعني الدوده الحمراء. الدوده طبعا هنساعد، طبعا هنستخرج حاجه اسمه الفيرمي كومبوست. طب هنعمل ايه حضرتك؟ احنا هنلم طبعا المخلفات اللي بتقلل من الاحتباس الحراري، هنلم المخلفات المنزليه اللي هيتم تغذيتها عن طريق الدود، والدود هيتخرج عندي حاجه اسمه الفيرمي كومبوست. اسمه ريد وجره، يعني الدوده الحمراء. هنشتغل على الدود ده، هنشترك حاجه اسمها الفيرم كومبوست، وهنساعد فيه في عمليه الزراعه، هنزود المحاصيل الزراعيه، هنقلل من استهلاك المياه، هنوفر فرص عمل للشباب، هنقلل من اصابات الامراض الخطره اللي بتواجه الانسان. تاني حاجه هنزود كفاءه فرص عدد الاسر اللي هنشتري منهم المنتجات بتاعتهم، زي المخلفات المنزليه بتاعت المطابخ، او المخلفات زي الاوراق الاشجار والكراتين والكلام ده، فهنشتغل عليه ان شاء الله تعالى. فهنشتغل حاجه اسمها الفيرمي كومبوست.